حياكم الله من جديد. تتعدد وسائل التكنولوجيا وغاياتها وأهدافها، منها ما يخدم التعليم والثقافة، ومنها ما يخدم التجارة والاقتصاد، ومنها ترفيه وغيرها، حيث أن أساس التكنولوجيا هو توظيفها في مجالات الحياة حتى تلبي حاجات الفرد والمجتمع. واليوم نستضيف شباب كويتي طموح سعى دائما في توظيف التكنولوجيا من خلال تأسيس مواقع إلكترونية تخدم العديد من أفراد المجتمع. خلوني أرحب بالشباب خالد المطوع صاحب موقع Student Hub، والأستاذة أكيد حصة الرشيد صاحبة موقع The White Book. ولكن يفصلنا عن هذا اللقاء الشبابي الجميل هذا التقرير. حياكم الله معنا في صباح الخير كويت، شباب جميل طموح حصة وخالد، قواكم الله. كويت سلمكم ويحفظكم. إذا بروحك خالد وبسألك عن موقع Student Hub، هذا الموقع الجديد، وأتوقع من اسمه وايد جميل ويواكب يعني خلينا نقول يحاكي الوضع الحالي، فكلمني عن هذا الموقع الرائع Student Hub، بدايته وشلون بلشت معك الفكرة؟ هو الموقع بدأ آخر 2015. حلو. الفكرة أن نوظف الشباب في الكويت من جميع الجناسي، ممكن أي واحد يدش على الموقع نساعده. الشباب ما يعرفون شلون يسوون سيرتهم الذاتية، فنساعدهم أن يسوون سيرتهم الذاتية عن طريق الموقع، وبعدين نشبكهم مع الشركات اللي مسجلة ويانا. حلو. فعندنا تقريبا حاليا 400 شركة، وعن طريقنا قاعد توظف يعني بالالاف كل سنه من الطلبه. وايد واو. وانتم يعني يمكن صدتوا شغله وايد حلوه، اللي هو السي في اللي مو الكل يقدر يسوي، وخاصه ترى مو بس الشباب، يعني حتى الكبار اللي اصحاب الخبره يمكن ما عندهم سي في كامل، فانتم قاعد توفرون على الكل ان شلون ممكن يسوي سي في ويقدمه حق شركات ممكن يلتحق فيها، قواكم الله بصراحه. اذا بروح حق حصه موقع ذا وايت The White Book هذا يعني الموقع المتميز وبيروح شبابية جميلة، كلميني عن هذا الموقع. The White Book عبارة عن موقع إلكتروني لإدارة الحفلات. حلو. فبصورة ثانية يعني it's an event planning platform، يجمع ما بين الأشخاص اللي عندهم مناسبة أو حفلة، وما بين الشركات ومقدمي الحفلات من ناحية الخدمات والمنتجات. وايد حلو. فمثلا أحد عنده حفلة، يمعة، أي مناسبة كانت، راح يلاقي عندنا بالويب سايت ديكورات، راح يلاقي أكل، ترفيه، كل اللي يحتاجه. حلو. يعني تتعاملون مع كذا شركة متخصصة في عمل الحفلات. خلونا نشوف هذا الإعلان الجميل ونرجع نواصل حديثنا. حبيت كثير الإعلان وقلت حق خالد بصراحة شيء مميز وابتكار رائع، تحس الروح الشبابية في الإعلان، وخاصة الكارتون ياخذ وقع جدا جميل على المتلقي سواء كان كبير ولا صغير، ووايد احتارون شلون يقدمون لمؤسسة يلتحقون في العمل فيها. كثير المواقع خالد للي ممكن حاب يقدم على وظيفة ممكن يدخل أي موقع، لكن أنا إذا بسأل خالد تحديدا صاحب هذه الفكرة شو اللي يميز Student Hub عن غيره من المواقع الإلكترونية اللي تخدم في الحصول على وظائف؟ احنا نسميها الإفكتيفنس اللي هو مدى فعالية المشروع. صحيح. لما واحد يدش أي موقع ويعبي بياناته هذا هو حاط من وقته. صح. وبعدين يشوف الوظائف مو ملائمة حقه، وبعدين يعني يصير الشخص العادي قاعد ينافس الناس اللي عندهم خبرة، فهذا تركيزه على الناس اللي لما الحين ما عندهم خبرة. فالشركات لما تعرض الوظائف ما كبالهم إن أبي واحد عنده يعني خبرة خمس سنين عشر سنين. صحيح. فوايد أسهل حقه إنه يحصل على الوظيفة. صحيح. وثاني شيء إحنا لما الشركة تطلب منه عدد من الأشخاص تطلب عدد معين إن نبي بس 10، لما الشخص يقدم على الوظيفة عنده يعني تقريبا 10% انه يتوظف. صحيح. حلو. فبهالطريقة وايد يعني قدرنا نوظف ناس. حلو. التحقوا معاكم شركات كثيرة ومؤسسات يعني آمنت في موقعكم وقدمت لكم وظائف شاغرة ممكن توظفون من خلالها شباب؟ ايه الحمد لله. يعني لليوم عندنا تقريبا 1500 وظيفة. حلو.
وظفتوا من خلال هذه السنتين تقريبا اللي بلشتوا فيها؟ إيه تقريبا 1500 شخص. وايد واو، حبيت بصراحة وقواكم الله. إذا بروح حق حصة وبسألها عن هذا الموقع اللي راح يوفر على الكثيرين بصراحة عناء أنه يدور كذا مؤسسة وكذا شركة حتى يسوي له الإيفنت الخاص فيه، فبالتالي راح يلوي وايد من خلال هذه الأماكن. أبرز الخدمات اللي تقدمها شركتكم او نقول الموقع اللي يقدمها من خلال ذا وايت بوك شوب، ذا وايت بوك، من خلال هذه الشاشه تحبين تقولينها تشجعين وخلنا نقول تسوقين لموقعكم؟ طبعا من ابرز خدماتنا اول شيء الويب سايت عباره عن دليل الكتروني للخدمات والمنتجات حق المناسبات. هذا واحد. رقم اثنين احنا نوفر الامكانيه ان تطلبون عن خلال الاونلاين اوكي، او ان من خلال خدمه من ذا وايت بوك اللي هي البوكينج سيرفيس. فالبوكينج سيرفيس الناس تطلب واحنا نحجز لهم ونسوي كل الاداره. طيب اذا يبون يعرفون الجارنتي او انه مثلا هم سووا الاوردر واتفقوا معاكم، شلون الطريقه حصه؟ شلون يكلمونكم؟ بس على الاونلاين ولا في خطوط معينه يكلمونكم من خلال؟ لا عندنا كول سنتر يكلمهم and they confirm all the appointments or all the bookings. حلو. و يعني we guarantee ان من طريقنا احنا ان everything is confirmed. حلو. والدفع يصير عن طريق الاونلاين ولا عن لا عن طريق الاونلاين او عن طريق لينك نبعثها حق العملاء. وايد حلو. اذا برجع حق خالد واتكلم عن ستودنت هوب، شلون ساهم في تنميه المجتمع؟ كونكم شوي دخلتوا في المجتمع وبعدكم شباب وحسيتوا في فروقات كثيره من خلال هذا الموقع. بصراحة يعني أنا قاعد أشوف اللي يطلعون من الجامعات الشخص يختار التخصص حسب ما هو، يعني أنا حاب الشغلة باخذ التخصص، مو قاعد أقول إن هذا غلط بس لازم يعرف إذا هذا في طلب ولا ما في طلب. فعن طريق الموقع اللي عندنا عرفنا شنو الشركات تبي وشنو ما تبي. حلو. ومن وين تاخذ ومن وين مو قاعد تاخذ. يعني ممكن نفس التخصص قاعدين نعرض من 10 جامعات. صحيح. بس الشركات اللي بتطلب هالتخصص قاعد تطلب من جامعه واحده وقاعد تطلب من باقي الجامعات. صحيح. ليش؟ اكيد في شيء نقاط ضعف بعض الجامعات مفقوده مو موجوده هنا. فاللي احنا قاعد نسويه ان قاعد نسوي الاحصائيات هذه كلها. حلو. عشان نساعد الجامعات ان يعدلون من منهجهم ونساعد الطلبه ان يختارون التخصصات حسب الطلب. حلو. إذا شيء ما عليه طلب غلط إنه يأخذون التخصص وبعدين يتخرجون قاعدين بالبيت و. صحيح. هذا اللي حاصل في الوقت الراهن. حققتوا أهدافكم؟ الحمد لله، بس عندنا يعني أهداف أكثر يعني. أكثر. إن شاء الله. في تطلعات أكبر. إيه إن شاء الله. إن شاء الله ويكبر معاكم إن شاء الله. بنروح حق حصة وأسألك إقبال الناس عليك شلون؟ شلون لمستي الإقبال من خلال طلباتهم وحابين أنتم توفروا لهم تنظيم هذا الإيفنت؟ طبعا هو الويب سايت وي لونشت بجانوري تو. حلو. والحمد لله وليد صغيرون ها. فالحمد لله من الاقبال من اللونش كان في الاقبال وايد بوزيتيف الحمد لله من العملاء ومن المساهمين او المشاركين معنا من الشركات والى اخره. حلو. وطبعا ان شاء الله احنا حابين ان طبعا نستمر ونزيد طبعا بالاقبال ان شاء الله. اكيد يعني انا اتمنى لكم التوفيق وروحكم الشبابيه ان شاء الله تضل على طول، حتى لو كبرت وصرت شايب ولا صرت يعني وزهم ظلوا على هالروح الشبابيه الحلوه. وربي ان شاء الله يقويكم ودائما للامام يا رب العالمين ان شاء الله. شكرا. شكرا لك خالد مطوع. شكرا حصل الرشيد. بنروح حق عبد الرضا وعنده خلينا نقول فقره كويتيه متميزه، لكن بعد هذا الفاصل لا تبعدوا.